بص النهارده احنا عند ام ولاء، بس في الفرشه التانية هنروح الفرشه بتاعتها اللي هناك. بس انا بوريكم النهارده انها جايبه قباليك، دي ب 15 جنيه، عشان هي بتقول لي من الكبيره قوي دي ب 15 جنيه، تمام. بس طبعا دي فيها دفو زي ما انتم شايفين كده، فانتوا ممكن تلاقوا حاجات مش فيها دفو. بصوا دي كبيره، هي ممكن تحطها على تسريحه وتاخدي اتنين قبليكه صغيرين شبهها فيها الورد ده تحطيه على الكومودينو. بس ده كده اللي هي بتقول عليها 15 جنيه، مش ضروري تاخدي المقطوعه، في سليم كتير على فكره، بس عايزه حد ايه طويل البال يقعد يقلب. اهو تاني رايحين عند عماد تاني. هي بتروسيه دي الكبيره واللي قلت عليها ام 15. ده بتاع الحد يعني؟ لا ماشي، هي بترصوهم دي كده ام 15 جنيه. ده في الوان منها كمان اهي حلوه، ام 15 دي جميله. هي بترصوهم فوق بعضهم عشان يبقى سهل للي عايز يشوف. دي كده ب 10 جنيه، حلوه والله العظيم، دي جميله قوي ب 10 جنيه. بس ده ايه ده؟ ده المشمع اللي بيتخلع منه، اللي زي دول اتنين ب 15. حلو قوي، حلو قوي، اتنين ب 15 دول ينفعوا مفارش اصلا ومفرش ترابيزه، تحطي من الاربع جوانب اربعه من دي وواحده في النص، هتبقى شيك جدا. اهي دي ب 10 جنيه، في منها الوان، طلعت منها الوان اهي دي، لو خدتي اتنين منها هتبقى حلوه قوي للكومودينو، ده شبه بوستر كده. في كنارات بس صغيرة، بصوا الله، دي حد عاملها ولا هي كده؟ جاية كده؟ ده ب 10 جنيه؟ مفيش منه ألوان؟ لا هو ده دي شيء جميل قوي، مفيش منه ألوان، هو اللون ده بس؟ في كذا واحد بقى؟ حلو قوي، حلو قوي. عارفه ده ممكن مش على كوموجينو، بصوا بصوا الفكره دي ممكن ما يبقاش على كوموجينو، ده يبقى على سفره تحت كل طبقه. ده اللي عندها سفره مش عندها طبليه زينا، ما تتعوجيش، خليكي حاضريه. والله العظيم في الفيديو انا فاتحه الفيديو وبتكلم، انت عارفه انت عارفه انت عارفه، بصي دارت وشها ازاي، انت عارفه ان انا مجنونه ولا ساعه. بصوا يا جماعه دي اقسم بالله قمر ب 10 جنيه، دي حته قماشه وجوبير حوالين داير اهو، وعسل خالص، حطي الطبق واحلمي انك بتاكلي، عشان انا باكل على طبليه. دي جميله، دي قمر، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه دي؟ طب ما فيش منها تاني؟ مفيش منها تاني؟ مش عمالة تعملي كده، مفيش منها تاني؟ طب خلاص سيبوها نشوف لو نلاقي منها تاني. انت عارفة دي على مفرش ترابيزة بتاعت انتريه على الأربع جوانب من السفرة، ما أنا بقولك على الأربع جوانب من السفرة، وهاتلها بقى قماشة لطيفة كده. طب خليها في إيدينا، مناديل أهي، دي مناديل نيش. المنديل بكام؟ الاتنين ب 15؟ الاثنين ب 15، بس هاتي الكميه، ما انت مش هتلاقي ال 12، هتلاقي الاثنين اللي ب 15، مش هتلاقي ال 12. مش قادره اقول لك، او ربنا ما مسحتوش لسه ولا همسحه، خلوهم يضحكوا، احنا بعد العيد فمهايبرين كحك وبسكويت. دي للنيش وتاخدي دي للسفره، دي للنيش ودي للسفره، هاتي 12 بقى للنيش، لو جدعه هاتي 12 للنيش، خلي دي تحت باطشي عشان ما حدش يضيعها. بصي بصي دول صغيرين اهي، دي جميله برضو. هي الفكره سهله والله العظيم، اي حد ممكن يعملها يعني، سهله. انا مش بوقف حلقه، بس يعني الدنيا حلوه. بصوا الخامه دي عند بالوزه، لسه مصوره فيديو عنده دلوقتي اهي، الخامه دي كده مفرش عند بالوزه، ومنها مفرش جاهز دلوقتي، خطير خطير بصراحه، شفتوش عند حد. دي اخت اللي احنا كانت معانا؟ لا مش شفتها. الاتنين ب 15 جنيه من دول. انا للاسف هنا قفلت الصوت، لان في حد ابتدى يشغل بقى اغاني وموسيقى، والكلام ده بيحجب خالص الاعلانات من على الفيديو، فهكمل لكم بصوتي. معلش الجبرات، شايفين الترابيزه قد ايه اصلا عليها جبرات وعليها كنارات وعليها حاجات كتير قوي جميله جدا بصراحه. انا خدت منها كام حته حلوين قوي، بس يعني كمرتهم. دي عجبتني شكلها قوي، بس كان في منها روز. الكنارات عندها بس مش اطول، يعني ممكن ده من 2.5 3 متر بالكتير قوي، حته كانت عامله يعني طول 7 متر، بس كان في زبونه خدتها، المتر كان ساعتها عندها من الاطوال دي 7 جنيه ونص، ف7 جنيه ونص من الجوبير بالخامه دي انتوا عارفين بره بكام.
بس الاباليك هي اللي كانت تمشي اكتر مع ناس كتير قوي شغاله مفارش او كسترات او حاجات على التسريحه والكوموجينو، هتمشي معها حلو قوي. دي كده الجوبرات اللي بقول لكم، يعني حته متر 2 متر 3 متر اقصى حاجه ب7 جنيه ونص المتر. الخامه من دي مش اقل من 20 جنيه بره. بصوا الابليكه دي، بس قعدت ادور على الابليك اللي عجبتني ان انا اجمع منهم كام واحده، بصراحه ما لقيتش. كل شويه الاقي واحده اتنين بالكتير، فواحده اتنين دي يبقى اتنين للكوموجينو، طب التالته للتسريحه فيه مفيش للاسف. دي عجبتني برده قوي، كانت قطيفه من تحت وفي الورده كده بتاعتها بارزه، وبصراحه انا بحب العب في الزحمه قوي، يعني عماله ادخل ايدي في وسط الجبير كده واطلع جبرات كده غريبه واشكال عجيبه، بس بحب انا ايه ابين المستخبي زي ما بيقولوا. فالاشكال دي عجبتني جدا. كل شويه بصوا دي اللي كان في منها اطوال، وفي زبونه واحنا واقفين خدت منها، كانت اطوالها طويله جدا ما شاء الله. دي كانت هتعمل منها مفرش محترم او تعمل منها طقمين ملاية اطفال تقريبا، هي كانت واخده طقمين ملاية اطفال. بصوا حتى انا عماله افكها واطلعها، هي كانت ماسكه البدايه، يعني انا عماله اطلع وهي كانت ماسكه البدايه وسايباني اصور، وبعد كده راحت واخداها بقى، ملهاش دعوه بعد كده انا بعمل ايه، اهم حاجه انها خدتها في الاخر. فالدنيا حلوه. انا الود ودي والله اسيب لكم الاغاني اللي شغاله في الفيديو دي، شغاله على طول لانه كان مشغل هاني شاكر، وانا من عشاق هاني شاكر بعشقه. بصوا الجبيره دي جميله جدا، بس كانت 3 متر. انا خدتها بصراحه كانت 3 متر، قلت انا اتصرف في الخداديات، امشيها ملايه وانا اتصرف في الخداديات، بس عجبني شكلها. دي خدتها، خدت حته تاني عملتها كسترات تحت الكوبايات. ام ولاء ذات نفسها قالت هتعملي بيها، قلت لها خدها حطها كسترات تحت الكوبايات، قالت يا دماغك. الله اكبر عليا، يعني كل عوز برب الفلك والنبي يا جدعان عشان انا بتنكس بسرعه. المهم ان الجبيره دي اللي عجباني اللي فيها بامبا دي، ما تاخدوش على كلامي والنبي، انا اختكم الكبيره. المهم يا جماعه ان الجبير ده ب7 جنيه ونص كان عند ام ولاء بجد. الترابيزه دي كانت كنز بعد العيد، بس كان السوق فاضي والناس معيده والدنيا جميله خالص وفاضيه، وتحس ان انت ماشيه في الشارع كده مش راحه في سوق خالص، كانك كده ماشيه الشارع فاضي خالص بتتمشي فيه. بس بصراحه كانت الحاجات عند ام ولاء في اليوم ده حلوه جدا. بالنسبه للاباليك والجبرات واللي بالمتر دي كانت عجباني قوي، دي كنت واقفه بحلم بيها، بقول لو واحده شغاله ملابس وتاخد الوردتين دول تفرغهم وتحطهم على الملابس شكلهم شيك جدا فوق ما تتوقع الحقيقه. لا كان في تحف تحف على الترابيزه دي، ودي برده كانت عجباني قوي. الورده بتاعتها بارزه والجبيره ما فيهاش ولا قطعه، الابليكه بس ما لهاش للاسف اخت ليها. بصوا عماله العب في الورده بتاعتها ومبسوطه قوي بيها، بس سيب كنت وانا مستمتعه بهاني شكل اللي شغال ورايا والراجل مشغله على الاخر، وعماله بقى ايه افرجكم على الحاجات دي من غير ما تسمعوا انتوا هاني شكل وانا اللي بسمعه لوحدي. المهم ان دوت كده اللي انا قلت لكم حطوها على السفره وتحط عليها اطباق، لقيت في منها كميه رهيبه زي ما انتم شايفين كده، يعني ممكن تاخدي منهم 12 ويبقى فيه كمان للنيش او للترابيزات على حسب ما تحطي. دي برضو الجبيره اللي عجبتني قوي، بس طلعت يا خساره حته صغيره، المتر ب7 جنيه ونص. عارفين يعني ايه المتر ب7 جنيه ونص؟ بص طلعت حته صغيره ازاي، ما كملتش ملايه حتى. واستودعكم الله، ما تنسونيش باللايك.